دلوقتي لو انت عايز تحفظ شغلك كصور عشان تحطه في الروبورت، فممكن تيجي هنا فايل تقول له اكسبورت ايمج وتختار عايز سيف الصورة بني امتد، او ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اخد كوبي من الصورة ديت وتحطها في برنامج مثلا رسام. يعني كده خدتها كوبي واروح مثلا برنامج رسام واقول له بيست، فياخد لي نفس الصورة دي ويحطها هناك، او تقول له انا عايز اطبعها اطبعها لي، او سيفها لي كصورة فابتديت بره اهوت فبيعمل لها اكسبورت. وطبعا ممكن تشغل مثلا القناص نايبرز، تمام، هو بقى ياخد الصورة. او تعالى بقى نشوف حاجة تانية لذيذة غير الكلام دوت، ان انا هاجي هنا اقول له يوزر تول بار وابدأ هنا مثلا بشغل السكريبت لو عايز، هنا سلايدر، هنا الستايل لو انت عايز تعمل مثلا تلف تعمل زوم زي ما انت عايز، موفي موفي تقدر تسجل بقى تقول له انا عايز اعمل مثلا فيديو جديد، تمام، وبعد كده تبدأ تسجل. هقول مثلا انا عايز الكانفاس مساحة العمل ديت، ولا عايز الابليكيشن يعني بكل الادوات ديت، عايز نفس الابعاد ولا عايز ابعاد خاصة بيك، الكابتشر فريم، الفريم اللي انت عايزه وعايزه كام فريم في الثانية مثلا، عايز سيف كصورة ولا كبي بي بي ولا كاي في اي في اي. قال لي مثلا 25، تمام، اللي هو نظام البال اللي احنا شغالين بيه في مصر. هنا اسم الملف في ايه وهيبقى موجود فين، وتبدأ تقول له ريكورد فيبدأ يسجل لك الشغل بتاعك. بتختار بقى اللي هتضغط بايه، تمام، الكودك اللي هتضغط بيه، تمام، وتبدأ بقى تقول له انا عايز اسجل مثلا هفعل موضوع الشمس، واقول له فعل موضوع الظلال دوت، واقول له شو شادو رينج بالشكل دوت، واقول له مثلا عايز اشوفه في خلال اليوم او انيوال. في خلال اليوم بيثبت الايام ويغير في الساعة. خلصت هقول له ايه ستوب، واروح قايل له ايه، ممكن اقول له انا عايز اشغل الفيديو دوت، عايز اشوفه يو انيميشن. فيجيب لي فيديو بالشكل دوت.